يا ضارب العود علق دمعتي وترى إن المواويل أنثى أنجبت قمرا ودللته ونامت قرب ضحكته وأرضعته دموع العين والسهرة. يا ضارب العود لي حزني ولي قمري ولغناء الذي لا يشبه الغجرة لصوت مسعود من ميسان يهتف بي أيها الولد المجدود كن حذرا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وسهرة أخرى ولقاء آخر من حوار ونغم. سهرتنا لهذه الليلة تختلف تماما حقيقة. اليوم ضيفنا إلى ثقل بالعراق والوطن العربي لما قدمه من منجز إبداعي كبير على مستوى الأغنية العراقية، بالإضافة إلى الجمل اللحنية المهمة اللي في بعض الأحيان نتساءل إلى أي جيل تنتمي. هاي المدارس المهمة اللي قدمت من ملحنين كبار ومطربين، فنستحق أن نذكر في هذه الحلقة ونقول المطرب العربي مهند محسن في حوار ونغم. مساء الخير أستاذ مهند. مساء الخير عليك، شكرا على هذا الشعر الحلو، على هاي المقدمة الحلوة. أقل من استحقاقك. تسلم، شكرا شكرا. أولى الخطوات تكون في بعض الأحيان قابلة للتشبيه في دخول الفنان في أي مجال أو أي شخص مشهور. كانت البدايات تسمية بعض الماشيتات بظهور الطفل المعجزة، سبع سنوات. نعم. تختلف تماما. سبعة طبعا، سبعة تقريبا أقل، يعني حتى ستة وبديت، يعني إنه ستة وبعدين السبعة. ما شاء الله الخشب يمنها من دق الخشب. هاي السبع سنوات مهمة. ايش تتذكر أول خطوة بهذه الخطوات كانت؟ طبعا تفاصيل كثيرة. طفولتي يعني غزيرة بالأشياء الممتعة والحلوة، لأن احنا جينا جيل يعني كان حتى الظرف والمناخ كان مهيئ انه المواهب فنان. المواهب، لا المواهب يعني المواهب انه اكو ممكن تصير، وهذا جزء من فرص الفنان لما يجي في ظرف معين في كل التفاصيل، في كل الظرف، في كل المجالات، في كل المجالات الفرصة، يعني الوقت لما يجي فنان أو أي شخص يعني بكل المجالات، الظرف كلش مهم أن يخدم طبعا. يعني أنت إذا تجي بظرف مو زين هاي هم مشكلة. مع العلم أنت عندك مواهب وعندك كذا وكذا، بس ظرف مو زين. فالحمد لله إحنا يعني أنا بالذات بالنسبة إلي جيت في ظرف كنت يعني كان مهيئ أن اخلي هاي الطاقه انه يعني تتكلل بنجاحات واشياء حلوه، وهذا من حسن حظي. يعني دخولك لهذا الاستوديو في مبنى الاذاعه والتلفزيون، انا كل السعيد طبعا. انا خاني ارد يعني ارد احكيها لان يعني بقلبي هي. كل السعيد اول ما وصلت للاذاعه والتلفزيون، يعني عندي ذكريات كلش حلوه، ويعني ما مش قد ما احكي لك ما اوصف. حسيتك من دخلت قلت عطر المكان. اي عطر المكان لحد الان يعني في بالي، هاي الريحه مال الحدائق الجميله مال العراق مال بغداد. انا كل السعيد لان شفت هذا الصرح العظيم اللي قدم مبدعين كبار بكل المجالات، من تمثيل، من مطربين، من كل المجال، كتاب، شعراء. كل السعيدة اليوم، وشعوري يعني شلون واحد يقول مثل ما نقول احنا بالعراق نقول ما اعرف شنو اوصف الحاله اللي اني بيها بصراحه. اشوف لمعه بعيونك وانت تستذكر هذه الذكريات وتقول اشم العطر وتحسس المكان طبعاً، وتذكر الاسماء والمبدعين طبعاً اللي موجوده. خليني في تساؤل، الكثير يعرف بان الاذاعه والتلفزيون كان من يدخلها ويسجل مطرب، مو اي واحد يدخله طبعا طبعا. هل صادفت هذه اللجان الكبيره لفحص النصوص؟ اي كان صعب. كان صعب انه صعب. انت تدخل ولجنه مو سهله يعني. يعني انا مثلا لجنه مثلا طالب قرغلي يا سيدي الراوي الله يرحمهم طبعا، هذول كبار فنانين كبار، ومحمد نوشي الله يعني فنانين كبار. يعني انا صغير يعني عمري 16 وجيت اختبر بهذا المكان يعني اللي احنا هسه بيه. اها. فصعب هذول شلون يعني تخترقهم وشلون تقنعهم. والحمد لله يعني قدر. غنيت لهم في هذه الذاكره، يعني اذا ان شاء الله الذاكره تكون بخير. لا طبعا هاي الذاكره اشياء اتذكرها. بس هاي الذاكره شنو اللي دخلت بيه باي اغنيه وقابلتهم؟ انا يعني كنت يعني اجيت و تعرف احنا بال يعني بالبدايه ما عندنا توجيه، يعني احنا
أنا الحمد لله يمكن عاصرت كبار الفنانين صح. بس خدموني بالخبرة والبس ماكو هذا التركيز مثل هسه يعني أنت تأخذ معلومة تخليها بس ما تخليها يعني أساس عندك صح. فأني غلطت بسالفة لما اختبروني الأساتذة الكبار طالب غرغلي ومحمد نوشي وياسين الراوي وكان بعد ما أتذكر منه ما أتذكر فأني قلت هاي ألحاني هاي غلطت أنا طبعا طبعا ممكن الارتباك يخلي لا 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 غلطت لين ما يصير أقول أنا ملحن أها يعني 16 سنة 17 سنة ملحن صعب يعني شلون طبعا يعني أنت جاي مطرب لا تقول ملحن إحنا نلحن لك صح هيك الفكرة يعني فقلت أنا ملحن فهم يعني مثل مثل اللي صار يعني ردة فعل شنو 16 لحن وهم كبار يعني فدا لحنت بالبداية لحنت هواية وطبعا لا هو لحن الدخول اللي كان العود بيدك هو ودخلت هو اللجنة. أول لحن انطاني الشاعر الكبير ووجه له تحية محمد المحاويلي طبعا تحياتنا له طبعا تحياتنا له أبو نصير الغالي انطاني أغنية كافي ولا تزيد يا مسافر بعد مع العلم أنا كنت صغير وانطاني هذا النص النص أنا استغربت ليش انطاني هذا النص بعرف البعض المراقب للشأن ومتابع لمهند محسن يقول بأن محمد المحاولي هو الذي دفع مهند محسن بأن يكون ملحن طبعا طبعا هو والفنان الكبير طبعا القامة الكبيرة جعفر الخفاف تحياتنا أبو طبعا أديب. هم بالبداية يعني هم اللي يعني شلون يعني خلوا في بالهم انه هذا راح يصير ملحن وهذا يعني يعني كلش اشكرهم عليه يعني احنا نقدر نستذكر لون تعبك اذا قلنا لك على العود نسمع اللحن اللي دخلت به للجنه صعب لا مو صعب لا بس يعني يا ريت استذكار حتى المشاهد يستذكر هذه اللحظات بمقابله لجنه كبيره كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد كافي ولا تزيد يا مسافر بعيد لو ينفع عتاب أسأل على الجواب لو ينفع أسأل على الجواب الله 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 يا جمالك وإحساسك هذا اللي خلينا نقول بأن دخول لطفل معجزة قالوا في بدايتها وهو التشبيه بجورج وسوف بداياته أيضا بدأ بنفس العمر عمر صغير وولادة مطرب على فكرة وملحن هذا الشيء اللي كان هو مؤثر بالوسط الفني العراقي أتساءل اليوم ذكرت بالمقدمة قلت نحير نقول إلى يا جيل بديت بالثمانينات إيه بالثمانينات أنا كنت طفل, طفل. بس أنا لما اشتهرت بال يعني صرت إنه يعني كشاب بالتسعين 91 يعني بدأت الشهرة الحقيقية النجومية الحقيقية 92. إيه بال يعني بالـ 83 كنا نغني أغاني وطنية يعني للوطن وهاي الاشياء ويعني بس مو يعني مو هذه النجوميه انت طفل يعني النجوميه دائما تكون يعني لما يكون شاب يكون عنده جمهور وعنده بس انا بديت يعني هسه دائما الناس يقولوا لي اكو يعني ناس يشوفوني بالشارع احنا كنا صغار نسمعك قلت لهم يابا مو انا هم صغير وبديت فانتم عبالكم انا كبير وبديت هذه القضيه تخلينا في تساؤل منو عرابك الحقيقي عراب مهند محسن عراب الحقيقي مو واحد اكثر من عراب يعني اكثر تقريبا يعني اولا عراب الاول هو الاستاذ فاروق هلال الله تحياتنا الاستاذ فاروق الكبير يا يعني القامه الكبيره الفنان الكبير يعني فادني مو بس فنيا مو بس مهنيا كفن فادني كفكر كتصرف
حتى السلوكيات حتى اشياء تعلمنا منه هواي. وطبعا الاستاذ الكبير الله يرحمه الحاج جابري الله يرحمه طبعا هم فادنا كثير وعلمنا كثير. واني يعني هواي ناس بصراحه علموني وانا اني اشكرهم يعني. بس يصير يعني يصير فرصه انه نذكرهم طبعا. يعني انا قبل كم يوم انا شفت لقاء وياك ويا حضرتك مع الكبير احمد نعمه. تحياتنا طبعا استاذ احمد. طبعا احمد نعمه يعني هم يعني انا اعتبره استاذي بالغناء وعلمني كثير بالمقامات يعني. فوجه له تحيه الكبير احمد نعمه يعني انا يعني كلش عجبني لما استضافته. فشي كبير اقل من استحقاقكم حقيقه. نتساءل اليوم بعد ما عرفنا اكثر من عراب اليك المدارس الفنيه تختلف. نعم. والتاثر يختلف. نعم. بمن تأثرت وبأي لون من الألوان العراقية كانت عندنا الأغنية البغدادية الأغنية نعم. الريفية هذا البلد الزاخر خلى نعم. تأثرك بوصلتك إلى أي جهة تتجه؟ أنا كنت كل شيء أسمع. كل شيء تسمع. كل شيء أسمع. الأغنية البغدادية وهي هاي التسميات يعني طلقوها بصراحة ناس مو مهنيين. مو مهنيين. طبعا. ولذلك هي صارت شنو الأغنية البغدادية يعني مثلا رضا علي يعني ابدع بالالحان، عباس جميل ابدع بالالحان. طالب قروغلي ابدع بالالحان، هي مراحل. هي الاغنيه العراقيه هي وحده. ماكو اغنيه بغداديه واغنيه يعني هل تتشابه الاجيال بنتاجاتها؟ طبعا الجيل السبعيني يشبه جيل هو الواحد المشترك واحد. مشترك واحد اللي هو الابداع. ما اختلفت اللهجه واللغه لا وطريقه التلحين؟ لا ابدا ما ابدا. الاختلاف هو تطور التقنيات. تقنيات بالتوزيع بالحداثه. والا هسه يعني اكو اغاني لو تسمعها هسه مال الجيل الجديد الجيل الجديد اللي موجود اغاني تحسها سبعينيه ثمانين ستينات. بس شنو الفرق؟ انه اكو تقنيات التوزيع حديث الاشياء والا هي اغنيه يعني نفسها. اها بعيدا عن هذه الاشياء، اذا اليوم نقول مثلا الراحل الكبير طالب القرغلي، الراحل الكبير محسن فرحان، ابو اديب ذكرناه طبعا جعفر طبعًا الخفاف، طبعًا كاظم فندي، كثير من الاسماء. من تسمع الاغنيه طبعًا تميز من لحن الاغنيه ملحنها. اي بس روحيته. ابداع ابداع اي طبعا بس هو اكو شيء يجمعهم الابداع. الابداع. بس كل واحد عنده لون يعني. واكو طبعا ملحن هم انا نذكره محمد عبد المحسن. طبعا محمد محسن اللي من, من اجمل الملحنين طبعا يعني ما صارت الفرصه انه ياخذ حيز من الاعلام العراقي وهي بسبب طبعا السياسات اللي كانت في ذلك الوقت بذاك الزمن يعني. كثره المتابعات لاغانيك نحس بكم كبير من العتاب بالكلام يعني باللحن. بالكلام بالنصوص باللحن. نسمع مثلا يا اخوي مالك اشو قلبك جلد. هل تغيرت الاخوه في هذا الوقت احنا عام 2022 هل تغير الزمن حتى بالصفات؟ لا هو في كل مكان يعني في كل زمن لازم اكو سلبيات يعني اكيد قبل 2000 سنه هم ان شاء الله ناس مو زينين وكنا زينين نفس الموضوع بس الدنيا الان اختلفت بسبب الاعلام والسوشيال ميديا انه انت قبل كان الخبر ينتشر عن طريق يعني صعب بصعوبه ينتشر لان ماكو وسائل اعلاميه الان الخبر ينتشر بلحظه بسبب السوشيال ميديا وهكذا ما يعني ما يعني ظروف النص في اخوي مالك هل كانت قصه حقيقيه قصه كاتبها مطربها لا انا اجسد مشاعر الشاعر مشاعر الكاتب يعني مو دائما بس مرات اكو اشياء تمسني فاحبها تمسني ممكن انا مر بهاي السالفه بس انا مو كل الالحان اللي اسويها يعني هي قصتك الحقيقيه تمثل شخصيتي يعني ماكو شيء يعني طبعا يعني ما ممكن انه هذا الفنان كل اغنيه عنده سالفه يعني هذا باص يعني ماكو شيء يمكن يا اخوي مالك على مرور هذا الوقت والزمن اللي تغنت به واحنا لليوم نستذكرها هذه الاغنيه وكثير من اغانيك اكسبايرها ما ينتهي صلاحيتها ومداها طويل حقيقه والدليل لليوم حاضريها ومحبيها خلينا نفتتح هذه
السهرة اليوم نسمع يا أخوي مالك. يلا يا ريت. ويا طبعا تحياتنا طبعا فرقتنا الموسيقية بقيادة الماستر حسين فجر، كل التقدير لكم اللي راح ترافقونه على مدار الوقت القادم. يلا يلا تفضل استاذ محمد. جمالك واحساسك وهذا الاداء اللي رجعتنا كانما الاغنيه نسمعها لاول مره يا اخوي مالك. يفرحني هذا الشيء بالعكس حقيقه. والفرقه الموسيقيه ابدعت بقياده ماستر حسين فجر على هذا الاداء المميز. نتساءل في بعض الاحيان نجاحات الفنان تكون على ثالوث، كاتب نص
وملحن ومؤدي. قوتك كانت في اللحن والأداء، يعني صارت الثالوث شخصين بس، أنت الملحن وأنت المطرب وكون كاتب النص. ونذكر الكبير غازي السعدي الله يرحمه. الله يرحمه الكبير طبعا حقيقة. شاعر هو هو يعني هو من آزرني بداية طريقي، ويعني ألف رحمة ونور على روحه. الله يرحمه. يعني كتب لي من أجمل الأغاني. أها لو كنت في توقف الزمن للحظات مع الراحل الكبير غازي السعدي، هذا اللي أثرى النصوص الغنائية لكثير من المطربين بنصوص مميزة للغاية طبعا، حقيقة شاعر كبير طبعا، شنو الكلمات بمواجهة الكاميرا ممكن تقول للغازي السعدي وانت اليوم متواجد ببغداد؟ كثير اغاني يعني هواي اغاني يعني اعطاني اياها حلوه، بس انا اللي احبها من غازي انسى لا تفتكر مره، انسى لا تفتكر بيننا واترك اسباب الخصام اللي فرقتنا اثنين، من اجمل النصوص. انت عالم مستريح، الخطا عندك صحيح، وانا اعيش بوادي ثاني فرق شاسع بيننا. هاي من اجمل ما كتب لي غازي. طبعا عنده نصوص كثيره كتب لي، بس هاي الأغنية كانت هي شون يعني شون تاريخك تاريخ. هاي أول أغنية أنا غنيتها إنسى لا تفتكر. إنسى لا تفتكر غاني غنيتها قبل عزيز، قبل عزيز اي، بس عزيز اشتهرت ب يعني بالتصوير، بس إنسى لا تفتكر اشتهرت ككاسيت وما كانوا يعرفون شكل الناس، الشكل كانوا ما يعرفوه. وهاي من أجمل الأشياء اللي يشعر بها الفنان بالمتعة، يعني لما تستمتع انه الناس تسمع اغانيه وما يعرفوا. اها يعني هي كانت جواز سفرك؟ لا جواز سفري هي عزيز. عزيز لا عزيز طبعا. عزيز زين صورتها، بس انسى لا تفتكر ما مصورها، بس انا كنت افتر بشوارع بغداد وكانت استوديو 10 طبعا اذا تذكرها للكبيرة أمل المدرس طبعا، الصحة والعافية لها طبعا. أستاذ أستاذ على علاء محسن طبعا، تحياتنا للأستاذ فاز جواد، ويعني كل ذول الناس كلهم فعلا يعني آزروني بالبداية. الأغنية هاي كانت يطلعوها بالإذاعة وكانت ما يعني شلون ماكو تصريح لها. أها ليش ما صرحوها؟ ما صرحوها لأدي يعني تعرف أكو جيل لما نيجي يعني جيل جديد، جيل بعد يلقى جيل معارض. إيه معارض يعني ما أعرف، بس أنا هاي ضد هالفكرة. خلاص كل واحد اعترض على قولك. أنا طبعًا لا، بس هذا غلط، هذا غلط. طبعًا مصحيح. الآن جيل جديد الزين إحنا لازم نشيد به. هل حقيقة بأن قصة كتابتها كانت بالصدفة؟ أنت رحت للأستاذ عزيز وصحت عزيز طلع لك قال لك عزيز بس بالاسم. لا مو هي أكو هالشيء بس لا. وهو عزيز شان يعني كان اكو خلاف بينه وبين فناننا الكبير طبعا فيصل كاظم الساهر، ابو سام نوجه له تحيه طبعا من خلال قناتكم، طبعا كل الحب والتقدير. فهذه بصراحه يعني عجبني النص، وهو كان ثائر يعني عزيز عجبتني. وهاي الملحن لما يلقي نص حلو لازم باللحظه يلحنه، فلحنته باللحظه. فهو قال لي عزيز بس بالاسم هاني لا يغني، فلحنتها حتى بالسيارة يعني أتذكر بالسيارة تحنا. المراقبين للشأن الفني في وقت عزيز بس بالاسم عندما غنيتها قالوا هناك ناقوس خطر بالنسبة للكثير من المطربين، شكلت فارق كبير بأداء مرعب، بلحن جميل جدا، بنص مكتوب بطريقة جميلة للغاية، فكانت انطلاقة مرعبة للآخر بأن ترى إجا مطرب حضر بالساحة قوي جدا. أنا ضد هاي الفكرة. ضد. أي ضد هاي الفكرة لأن هو الفنان مبدع مبدع. شنو ناقص يعني يعني أنت هسه لما أنت فنان ومؤمن بقضيتك وعندك مقومات النجاح كلها وعندك الإمكانيات وعندك إمكانية ما تخاف. ما تخاف. وإذا تخلي ببالك شخص هاي أكبر غلط بالنسبة للفنان. راح يأخرك، ما راح يخليك تتقدم. طبعاً لأن أنت راح يشغلك. راح تنشغل بشيء. بدل ما تنشغل بهذا الشخص او هذا الفنان بكل المجالات على فكره مو بس بالفن طبعا، انشغل بفنك واشتغله ولا تسمع الاشياء هاي. انا اشتغل باللي انا مقتنع به واللي انا مؤمن به واللي اسويه، بس اذا تلتهي بهذا سوى فلان شيء وهذا هذا حكي وهذا انت راح تشتت افكارك طبعا، تبتعد عن فنك طبعا. خلينا بدور الناقد، في جيلكم كان الناقد لاذع يعني
طبعاً النقد خاصة من الصحافة والمراقبين ما يرحمون أحد. هل تتذكر ماشيت كان بالإيجاب أو بالسلب لليوم عجبك عنوانه أو عنوانه أزعجك؟ أنا ماشي تقرأ ما تقرأ الصحف ما أقرأ الصحف وحتى أهلي كانوا لما ينزل تنزل مقالة علي وكذا ما يشوفوا ليها نهائيا. وهذا هذا يعني شيء احترمه بأهلي أنه ما يخلوني أسمع هاي الأشياء حتى لو كانت صح أو غلط. إذا صح يجيبوا ليها، إذا غلط ما يجيبوا ليها. وهذا الشيء حلو من عندهم يعني فعلا كانوا لأن أهلي كانوا يعني مدركين وواعين يعني بهاي السالفة. وهذا الشيء مهم انه لا تسمع الاشياء السلبيه. انت ما طول عندك ايمان بقضيه وعندك مؤمن بفنك ولحنك وكذا تشتغل ولا تباوع حتى لو اقل من حتى لو اقل من احد. يعني اكو تعرف لان الفن مستويات طبعا مستويات كل من له مستوى يعني اكو واذواق واذواق. اكو ناس اكو مستوى عالي بس اكو ناس ما يسمعوا اكو مستوى عالي بالفن ناس ما تسمع اكو ناس ما تسمع واكو مستوى بسيط بس يسمعوه عنده جمهور وجوز اكثريه. إذن هذا مو قياس. انت كنت ما تسمع للنقد والكلمات والماشيتات والصحافه يعني ما تفيدني ما تفيدك. اذا من كان الرقيب لمن تسمع من كلام منو اللي كان يقول لك بان هذا الذوق الذوق انا عندي دائرة المتلقي انا عندي انا اسمع الناس كان يعني الناس اكو ناس عندهم ذوق حلو يعني واقعد وياهم وكذا واسمع منهم الاراء بس بالنتيجه انت انت شلون انت صاحب القرار. انا عندي يعني يعني شغله انه انا اللي اتذوق اللي احسه حلو هو هذا راح ينجح. بس بعدين بالبدايه كان ما عندي هالخبره يعني انا يعني بديت صغير. لما كبرت صارت عندك الحرفيه والخبره والممارسه قمت تعرف الكلام وشلون تختار. يعني انا بالبدايه مثلا الاختيارات مرات يعني انا الحين كنت 10 نصوص بيوم. هذا غلط 10 نصوص طبعا غلط. كنت الحين 10 نصوص بيوم وهذا مو صحيح. هو مو هو يعني انت عندك طاقه يعني تعرف هذا باور يعني طبعًا. مال الشباب وهذا بس هو غلط. لازم تركز على نصين تختارهم كذا كذا حتى تطي جمالهم اللحنيه مختلفه تطي كل طبعًا احساسك ومشاعرك حتى لا تتشتت. بس انا كان غازي الله يرحمه كان يجي يطي نص لحنه يطي نص لحنه يطي نص يعني اكو باور. عندك تاثر عربي اليوم اذا نذكر مصر الولاده بالاسماء من الملحنين والمطربين وكتاب النص التي انجبت السيده ومحمد عبد الوهاب وكثير من الاسماء اللي عبد الحليم لا تعد ولا تحصى. لازم تقول اول واحد بليغ حمدي. بليغ حمدي طبعا العراب طبعا الكريم. هم مو انا شوف انا ضد موضوع الاول وهذا وهذا والاول والثاني ماكو هذا ابداع. لذلك انا ذكرت الاسماء بدون تسلسل ما يخالف. مو انا مو اكو قدم قدم يكون بليغ حمدي انا احترم لا لا القديم عبد الوهاب عبد الوهاب طبعا انا قلت عبد الوهاب بس اكو مثلا بليغ حمدي يعني بليغ حمدي سوى فشي وعبد الوهاب هم سوى فشي وصنباطي طبعا هذول الاسامي الكبار محمد الموجي محمد الموجي احنا ما نريد نبخس الناس اشياءها طبعا بس اكو واحد ياثر بيك اكثر. من اللي اثر بيك اكثر من بليغ حمدي؟ بليغ طبعا. شنو يعجبك ب بليغ حمدي؟ يعني ما اعرف يعني شيء يشبهك؟ ما اعرف يجوز اي ممكن انا يجوز انا ما اريد اصير عنصري بهاي السالفه بس انا احب بليغ حمدي. بس عبد الوهاب يعني عملاق. صنباطي عملاق. محمد كلهم عمالقه. بس اكو ممكن يجوز الكيمياء او الابراج. شنو الصفه اللي تحسها قريبه انت بالشبه بهاي الصفه؟ الموهبه. الموهبه الموهبه قويه. يعني انت شلون تعرف الموهوب؟ من هو عمره بالعشر سنوات تسع سنوات تبدا الموهبه. اذا بعد الأربعين تبدا الموهبه هاي مو موهبه. انت حضرتك برج الجوزاء. اي اخر الجوزاء اخر الجوزاء شوي ماخذ من السرطان. احسن. شنو هاي الصفات اللي تكون تميزه؟ هاي لازم مزاجي شوي؟ لازم طبعا المزاجيه مطلوبه. مزاجيه مطلوبه. لا كل الابراج بها مزاجيه. عندك مزاجيه بانتقاء النصوص؟ طبعا طبعا. هو اصلا الملحن اذا ما يختار النص هذا مو ملحن مو مزاجي اصلا.
لحنت نص ما راضي عنه يوم من الايام او اديت اغنيه اي طبعا ما كنت رايدها مو ما رايدها بس يعني قلت لك يعني شلون اكو طاقه اي شيء يجيك تسوي تعنا وكذا وهذا لان بهذا حكم العمر بس بعدين لا يعني ما اقدر الحن اي نص قمت اختار لان النضج والعمر والتجربه لها انتم حضراتكم جيل الحصار بين مطرقة سندان الحروب يعني ما احب هاي جيل الحصار هاي يعني مع الاسف يعني جيل الحصار لان كلش تاذينا بهذا الموضوع طبعا اقصد على النتاجات الفنيه وبعدتم عن الوطن العربي بنتاجاتكم احنا فقراء مهمة. فقراء فنيا فقراء فنيا وانتاجيا فقراء يعني هذا اللي سويناه احنا بالواحد وتسعين او بالتسعين هذا كله جهد شخصي جهد شخصي لا دولة ساعدتنا ولا اي شيء ما ساعدنا احنا كنا نشتغل لان عندنا مبدأ وعندنا إيمان بسالفة إنه إحنا رد نشتهر ونصير ونشتهر عربيا حان حال بهذا الفنانين الخصوص أريد أوصل لنقطة معينة الصوت الطربي لدى مهند محسن ليش ما أديت أغنية مصرية في ذلك الوقت إحنا من نريد نوصل إلى الوطن العربي الكل غنى لمصر من ألحانهم بلهجتهم حتى لو لحن من ألحانك لكن باللهجة المصرية راح اعطيك معلومه كلش مهمه المطرب العراقي اذا يغني مصري ممكن يقدر يغني مصري الاغنيه العراقيه هي من اجمل الاغاني العربيه بس احنا مشكلتنا كانت انه ماكو ترويج للاغنيه ماكو ترويج. العراقيه الاغنيه العراقيه ولذلك شوف لما انفتح الاعلام والاغنيه العراقيه فتحت حتى اكو شباب للجيل الجديد وصلوا الأغنية العراقية بطريقة حلوة ليش؟ لأن أكو إعلام الأغنية العراقية حالها حال الأغنية المصرية بالضبط إذا ترجع للسبعينات أو للستينات بس إحنا كانت عندنا مشكلة أنه ترويج ماكو ترويج المصريين طبعا خبراء بهذه القضية خبراء وفنانين كبار يعني هم يعني فنانين كبار ومروجين صح هم اللي سبقونا بي انه الاعلام مالهم كان اقوى من اعلامنا والا العراق 10000 سنه يعني يعني يقدر يسوي كل شيء وشاءت الظروف ان اكو تطور سوشيال ميديا شوف الاغنيه وين واصله الان العراقيه من اجمل الاغاني كلهم يحبوها ليش لان انت يعني مثل الطفل طفل تسمع اغنيه يتعلم عليها يسمعها يحفظها التذوق هو تربية أنت تتربع ببيت يسمعون شيء حلو الطفل يصير إذنه حلوة ويتربع على هذا الذوق الحلو ما يقدر يسمع شيء مو حلو سمعنا لك في لقاء اللي هو ديو كان مع القيصر كاظم الساهر حقيقة احنا نفرح عندنا كاظم الساهر وعندنا مهند محسن هذه الأسماء اللي نفتخر بيها ذوق حقيقي ملحنين كبار بنيتوا نفسكم بطريقه بخطوات صحيحه وواثقه وصعبه جدا وصعبة في ظروف صعبه تنحتون بالحجر طبعا ولذلك من غنيت لا تحرموني منه في هذا الدويتو المراقبين العرب تابعوا صوت طربي واداء ولحظات من التجلي لا توصف تاملوا بعد هذه الفتره بان يتواصل المهند محسن باداء عربي اختفيت واخذتك الغروه نرجع للدعم نعم نفس الموضوع وأنا سبق وأن قلتها بلقاءات عدة يعني إحنا ما كان عندنا دعم ماكو دعم بس أني وكاظم وعدة فنانين كبار يعني طبعا كثيرة من الأسماء إحنا هذا كله جهد شخصي صدقني ويعني هذا يعني دا أقول لك إياه يعني حقيقة يعني أنا عشته سؤال بصراحة هذا الجهد الشخصي إحنا مناكري هل كانت الغربة هروب لا إحنا عزلة يعني أنا راح أحكي لك سالفة وحكيت لك إياها يمكن أول ما دخلت أنا لما دخلت بغداد شفت بغداد زينة وحلوة وكذا أنت لما بغداد بلدك يصير زين أنت تصير زين إحنا هاي سبب ولا شو سبب الغربة ليش نطلع إذا بلدنا زين ما أطلع إذا بلدي زين وبكرامتي وبعزتي وباحترامي وجمهورك الحقيقي وأهلك وناسك أريد أرجع لهذا الحديث لكن بما أنه ذكرنا هذه الأغنية الجميلة اللي أديتها حضرتك والقيصر الغناء العراقي كاظم الساهر
يا ريت نسمعها في سهرتنا اليوم وما تحرمنا من حوار ونغم بسماعها. بالعكس هذا تعجبني طبعا. وكان الفنان كاظم الساهر يعني يعني ذاكرها بكل لقاءاتي، كان متعاون جدا يعني، وهذا مشكور عليه ووجه له تحيه للكبير اكيد هذا القيصر يعني فروسيته دائما طبعا على الطريقه ومنافسته ان شاء الله. تفضل استاذ مهند. عراقي هوايا وميزة فينا، عراقي هوايا وميزة فينا، أن الهوى خبل يرف العشق فينا، في المهود وتبدأ الرسول. أنا شلون أتخلى عنك وأنا عايش من خلالك، أنا شلون أتخلى عنك وأنا أتنفس من خلالك. قلقي خوفي عليك، عمري طم من أعلى حالك. المهم انت حبيبي شلونك بهاي الظروف، والله يوم من ما أشوفك كل شي ما أقدر أشوف. المهم أنت حبيبي هاي الظروف، والله يوم ما أشوفك كل شي ما أقدر أشوف. اسمع رفضي وصرختي، لا 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 تغصبوني ما تمنعوني، لا 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 تغصبوني، لا لا ما تمنعوني. هو وجهاني ونصفي الثاني، نصفي الثاني يا وحيدي يا حبيبي صبري، والأمر لله. صوتك واحساسك وادائك وايضا فرقتك الموسيقيه وجودكم الفرقه الموسيقيه ما شاء الله يعني شجع الواحد يغني يغني حلو. ما اخذهم الواهس اليوم عافونا نسونا في هاي الاغنيه. مبدعين مبدعين. في بعض المرات نتساءل يحتاج الانسان ياخذ اقنعه ووجوه، وحضرتك غنيت ولبست، حاولت العب لعبتك واظهر بصوره ملاك ولبست ثوب ثعالب حتى اوصل مستواك. الحياه وجوهها أكثر من وجوه المسرح، المسرح بيه الوجه الباكي
والوجه الضاحك. اي طبعا الحياة بها عدة وجوه، عدة وجوه، بس الصدق هو احلى شيء بال يعني احلى شيء ان يكون الانسان صادق، هذا احلى شيء. لكن شنو اللي واجهته بالحياة؟ اي الوجوه اللي شفتها؟ هواي شفت اشياء، هواي شفت اشياء ما احب اذكرها لان اشياء سلبية، سلبية جدا طبعا. احنا نريد الان احنا 2022 لازم شكو شيء حلو ايجابي الانسان يستخدمه، لان الحياة فرصة انه تعيشها صح. اها، هذه ما بها سلبيات وقهر و انت متسامح جدا ويا الاخرين؟ طبعا جدا لازم نسامح، لازم نسامح، لان اذا ما نسامح راح المشاكل تاذينا وتقلل من عمرك وتعبك. واحنا شلنا بهاي الدوخه طبعا. هذه الحياه نحسبها بايش؟ عمرك تحسبه بشنو؟ عمري احسبه بالانجاز. بالانجاز طبعا، بس بالانجاز وبالابداع وبالاشياء الزينه. لأن يعني الإنسانية هي شيء كبير. كل ما أنت تكون إنسان وتنجز للناس والآخرين يعني الشعبك والناسك والأصدقائك والأهلك، هذا شيء زين. أنا متسامح، أنا متسامح جدا. يعني تحسبها بالمنجز الفني، ينحسب كل الأشياء كل اللي تقدمها هو منجز، حسبه السيء تلغيه من الحياة ومن التاريخ، ما توثقه حتى ولا تفكر به. يعني حتى لو إنسان يجيك يقول لك فشي سمعك حكايه او حكى علي وما شنو، يعني يترك الموضوع. لان احنا الان الوقت صار يعني ضيق، ما يتحمل بعد زعل. لان انت تزعل ثلاث ايام شنو؟ ثلاث ايام اذا زعلت يعني ما تقدر كل شيء تسوي. اي الالقاب اللي تحبها انت؟ الالقاب قريبه لك؟ لا، تكره الالقاب؟ لا، انا ضد الالقاب. وهاي الالقاب يعني اعتقد يعني صارت مستحدثه، يعني بالجديد قام يسووها. ماكو هيك. تحب يقولون بان هو المطرب العراقي مهند الفنان محسن. المبدع. هاي الاسامي حتى اضوج منها، اضوج من عندها. مو يعني ما 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 يعني انت تتفق ويا الشاعر اللي يقول قد يعشق المرء من لا مال في يده ويكره المرء من في كفه الذهب، وما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المجد يبقى ولا الألقاب والرتب. هي كلها منتهية. الإنسانية، إنسانية أهم شيء، والتعامل والإبداع والفائدة للجميع. حتى لما أنت تفيد الجميع والناس تكون بخير وكلهم مرتاحين يبدي الإبداع يكبر. وهي يعني موجودة من أزل التاريخ يعني. على شنو كنت تنظر من شرفة الغربة وانت ببيتك؟ شنو كنت تباوع من النافذة؟ بس كنت محتاج الأمان، بس الأمان. اي طبعا تبحث عليه طبعا الأمان. ولا الغربة هي صعبة، اكو اشياء سلبية واكو اشياء ايجابية. بس الأمان كان احنا يعني ليش قلت لك، لما رجعت لبغداد شفت بغداد حلوة وبها أمان، هذا فرحني كلش كلش فرحني. تخيلت يوم من النافذة بأن مرة ثانية راح تشوف دجلة وتشوف طبعاً بغداد طبعا وانت بغربتك؟ طبعا لازم، لأن هذا بلدك. يعني ما أعرف شلون أوصف لك، يعني أكو أشياء يعني مرات أتمنى أكون شاعر، أتمنى أكون شاعر حتى تكتب، أكتب تتغزل. إيه طبعا طبعا، بس أنا أجسدها بالألحان. بالألحان تجسدها. نعم. محتاج أطير ويا الهوى، وصل على بلادي. وصل على بلادي. هاي الأغنية من تلحنت وتغنت كانت ترافقها دموع؟ اي كان بها اكو الم. انا راح اقول لك معلومه، هل تعلم بان سيد المسرح العراقي سامي عبد الحميد رحمه الله، الله يرحمه طبعا، هذا فنان كبير، كان لا يستطيع سماع هذه الاغنيه من التاثر الشديد، وكانت من اشد الاغاني بلقاء موثق، من اشد الاغاني اللي كان معجب بها. انا اتشرف لان استاذ سامي يعني انا عندي ذكرى عظيمه وياه. كان اكو يعني مسرحية وأنا يعني غنيت بيها، غنيت بيها قديمة طبعا، وكان هو المخرج، وأنا أتشرف أنه بتاريخي وبمسيرتي الفنية سامي عبد الحميد الكبير، سامي عبد الحميد. رافقتك الدموع بيها بالغناء؟ طبعا طبعا. تلحينها؟ اي طبعا، هي كانت يعني مرحلة كلش صعبة، اكو ظروف صعبة كانت وما اقدر يعني كنت ارجع، فسويناها أني وطبعا هو يعني ألهمني بها الشاعر
المبدع وجه التحية فايق طبعا حسن. فايق حسن وحرت شلون لحنها يعني اغنية صعبة بصراحة أغنية ارهقتك صعبة. لا مو ارهق بس يعني ارهقتك نفسيا شلون الحنها شلون اوصلها للناس يعني اغنية صعبة ولذلك سويتها على بيانو وعلى عود يعني ما ترهم حتى سويتها من مقام العجم العجب إيه؟ العجم صارت بس ماكو يعني ما حتى توزيع ما قدرت توزعها سويتها على البيانو وعلى العود هي ورهمتي وفعلا نجحت يعني توقفت بيها في بعض الاحيان بمقطع من المقاطع توقفت ويا نفسك ما قدرت تكمل لا 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 كملتها كلها كملتها كامل يعني اني من النوع اللي لما الكلام اذا يعني قوي وحلو احسه مثل النار لازم اطفيه يعني الحنه حتى اخلص اي نص يجيني احسه مثل النار يعني هذا يحرقك اذا ما تلحنه اريد من مكانك وانت هنا قريب قريب علي وقريب على الجمهور وانت حضرت البغداد ونورتها نوره بهلها طبعا وبوجودكم اكيد خلينا نسمعها منا غازلها البغداد وانت حضرت لها وكنت مشتاق لها يلا خلينا نشوف اشتياقنا يلا. نفس الاشتياق لا لا الاشتياق ما ينوصف ما ينتهي طبعا والراحة والأمان حبيبي
هنا بل الدنيا عليا بالحب والهنا حبيبي يا أنا يا من عينيا نسيت من أنا أنا الحب اللي كان اللي نسيته قبل الأوان نسيت اسمي أنا نسيت يا سنة للأوان والله زمان يا غوى زمان والله زمان زمان يا غوى زمان والله زمان يا غوى زمان 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 يا غوى زمان والله زمان زمان يا غوى زمان. يسلم صوتك وأدائك وإحساسك، أخذتنا فريتنا بأجواء عظيمة بين الوطن وبين الحب والمشاعر والأغاني الجميلة. والأغاني الجميلة طبعاً كنا بأشياء حلوة كبيرة. نسأل اليوم، تحدثنا عن الفن المصري بصورة عامة وكبارها، الرحابنا أيضاً نتاجاتهم العظيمة طبعاً. شنو اللي عجبك بيهم بنتاجاتهم؟ لا رحابنا يعني هاي شغلة يعني استثنائية مختلفة طبعاً. طبعاً هذا جزء من يعني تراثنا العربي طبعاً. وأني يعني سيد فيروز فشيء عظيم يعني. ومو بس هي يعني، أكيد أكو وراها فريق عظيم من كلمات يعني رحابنا والملحن الكبير اللي أني في ليمون طبعاً. هذا إلى جزء كبير للست فيروز يعني طبعاً. وملحن مهم طبعاً، بس جزء ماكو إعلام عليه تسليط الضوء يعني. عليه إيه ماكو. بس هو كان من يعني أهم الأغاني للطاهر للست فيروز ألحانها. هم تعجبك في ليمون؟ تعجبك أغانيها يا هي المقربة إليك من أغانيها؟ هواية كل أغاني حلوة، كل أغانيها حلوة. تتفق بين أغانيها فقط تسمع الصبح؟ أنا أقول بأي وقت ممكن. لا اعتادينا على السماحة في الصباح. هذا التعويد، هذا التعويد يعودونا عليه، مثل كنا بالمدرسة. اي طبعا. تقعد يعني الصبح بالراديو تسمع بالإذاعة. مثل الواحد لازم يشرب حليب الصبح يعني يعني اشربه بالليل. بالليل يعني شنو المشكلة؟ اها. ايش تنتظر من محطات الحياة؟ انتظر الشيء الجيد، انه لازم نسوي شيء نسوي يعني، بما انه الزمن اختلف والتقنية صارت أحسن لازم نستغل الزمن يعني. الوقت قبل كان صعب الوقت يعني، بدل ما قبل يعني خلينا نقول بالثمانين بالتسعين قبل كانت الأمور بدل ما تقدر بالبرنامج تسويه بسبع ساعات، الآن نسويه بساعة يعني نختصر الزمن. اختصار طبعاً. أكو عوامل مساعدة قوية وإمكانيات قوية، لازم نستغل التقنية الموجودة بالزمن. سبقك الزمن لو سبقته؟ لا الزمن ما ينسبق الزمن طبعا، ما ينسبق الزمن، لان احنا لحد الان ما واصلين سرعه الضوء يعني. سرعه الضوء سالفه يعني. محمد عبد الوهاب هذا الكبير كان يوقت ساعته نصف ساعه زياده عن الوقت، يعني اذا الوقت اليوم بالعشرة هو يوقتها عشرة ونص. من سالوه قال لهم حتى اكون بموعد الوصول قبل نص ساعه ما يسبقني الزمن. اي طبعا هو يعني احترام الموعد، هذا هو قصده احترام الموعد. بس الزمن ما شيء سابق الزمن. هو اصلا ما تعرف له يعني الزمن يعني حتى لحد الان ما يعرفون شنو هو شنو الزمن يعني. صعب ان الوقت او الزمن يعني صعب انه شلون يعرفوا، حتى يعني الوكالات العالمية ما يعرفون شنو الزمن. في بعض الأحيان نوقف الزمن في شيء واحد، هي الصورة، لقطة من الحياة تستذكر بها ذكريات ذكرياتك. نعم. وين تحتفظ بهذه الذكريات؟ ذكرياتك المهمة تكتبها على الورق لو تخليها بداخلك؟ لا الآن سيفها طبعا. لأن الورق أو الكتابة ممكن أن تحرف يعني. تحرف لأنه يعني التاريخ هسه لو ترجع قبل 2000 سنة يعني ماكو تاريخ 100% يعني موجود حقيقي. بس لما أشوف صورة سي في إنه موجود، هذا أشوف يعني فلان هذا سوى هذا الشيء، هذا موجود
صورة وصوت. أه. ذكرت لي بأن في بعض الأحيان تحاول بأن تكون شاعر، تريد تكتب؟ أنا أتمنى أريد أكون شاعر بس ما أقدر. أه. لأن الشعر موهبة. بعيدا عن الشعر، لو أحاول أكتب مسيرة مهند محسن ونتاجاته، أقول لك اكتب لي عنوان عن حياتك، وممكن أي كاتب اليوم يسمعنا من خلال هذا اللقاء يكتب هذه القصة ويسردها، شنو يكون عنوانك؟ صعب السؤال، صعب ما يعني مو ما ممكن أنا جاوبك إياه بكلمة يعني، لأن هذا إرادة نقاش كبير هواي. عنوان قريب إليك، تقول ممكن هذا العنوان يشكل شيء بالنسبة لي قريب إليه. ما يحضرني هسه أي شيء. ما يحضرني أي شيء، لأن أنت سألتني سؤال بعمق كبير، وهذا يراد له يعني تفسير وعمق. اي وانا ضد موضوع انه اكو لقاءات يقول جاوبني بدون ما تفكر، يعني ماكو شيء. تسالني سؤال لازم اجاوب على قدر، وهذا يعني سؤالك عميق لازم افكر به حتى اعطيك الجواب اللي يعني يعني شلون يرضيك. اها ممكن ناخذه بنهايه اللقاء. خليني اسال سؤال ثاني، منو من اغانيك تشبهك؟ منو من الحانك يشبهك؟ تحس بأن هذه الأغنية هي مهند محسن تشبهني؟ ماكو أغنية، ماكو أغنية تشبهك، ماكو أغنية تشبهني. ألحانك ما تشبهك؟ لا ألحان تشبهني بس ككلام قصدك يعني. مو أنا الكلام كله أخذ من الشعراء. بس أكو أشياء يعني بالبدايات كانت تمسني يعني كشاب يعني. يعني أغاني يعني شلون تمسني، حسيت بيها بوقت معين. بس أنا ما أعتبر هاي لأن تجربة يعني شلون أسميها بالبداية ما بيها يعني ما بيها نضوج فما أقدر كرار. ما أقدر يعني أخليها هسه بهاي بهذا عمري هسه. دواتك اكتسبتها من أي بيئة؟ بيئة العراق طبعا. صرف والعراق مو سهل. العراق بيئة ومناخ كله شعر وغنى وفن وإبداع. طبعا أنا يعني بيئتي. تعجبك الأغنية الريفية؟ طبعا ربيت على هالذائقة؟ طبعا الأغنية الريفية يعني بداخلنا متعمقة بينا، وأصلاً هي الأغنية العراقية هي الأغنية الريفية. هي الأغنية الريفية طبعاً، الأغنية الريفية لأن ماكو بغدادية بعدين جتي الأطوار بدأت من الريف، بس هي الأصل الريف من الريف طبعاً. أي مطرب يقدر يؤدي الأغنية الريفية؟ أي مطرب ممكن يؤدي الأغنية الريفية؟ لا طبعاً صعبة جداً. صعب جداً من أصعب الأطوار والأغاني الريفية يعني هو الغناء الريفي. حاولت أدي في يوم من الأيام أغنية ريفية؟ أنا غنيت هواي أغاني ريفية، هواي غنيت. شنو الأطوار اللي كان قريب لك؟ أي طور من الأطوار؟ الحياوي، المحمداوي، السويحلي. السويحلي كلها عرفها. مستطيل والشطيت وكلها. شطيتي ذكرتي زين، تعدي معلومات حلوة. هاي الحوجة يخبل، هذا من أجمل الأطوار العراقية. نقدر نسمع طور شي لو صعب؟ مو ما محضرين أنا. نسمع بس نسوي لامي نسوي أغنية. لا سمعني طور وأنت وقاعد، بس أستاذ حسين وياك، حتى لو لامي أي شيء بسيط يعني أبو ذية وأي شيء تحب تسمعنا. محتاج منك بعد مدت ايد، وقفت لوحدي وما اريد تتشايع، سد بابك عليك وما امر بي، كل من مشى بدربه ومبحرب رايه، عرفتك ما تميز الزين من الشين، عرفتك ما تميز الزين من الشين، ولا مرة وقفت لصاحبك راية، مو قلت للنهر نصين، مو قلت لي
نصين نتقاسن نجيبه ونشرب بماية أشومرني العطش ما شفت جفة قام ولا مرة وفيت بهاي الحجاية عشت وردة عشت وردة تقول طباعي يم الناس عشت وردة تقول طباعي يم الناس جربتك لقيتك انت سناية اريد اراف جواشي الجودة سموم الغيب ما حملت خدودة اريد اراف جواشي الجودة سموم الغيب ما حملت خدودة يا بيت اهلك تهزهز من عمودة يا بيت اهلك تهزهز من عمودة عبنا يبيع بالغالي علي هلا يا نور عيني ويا هلي حبيبي من تمر سلم علي هلا يا نور عيني ويا هلي حبيبي من تمر سلم علي حقيقة يسلم صوتك وأدائك وإحساسك بهذا الشكل اللي إحنا ما متفقين دائماً داخل الأشياء تجيه من خلال الحديث نتساءل اليوم يقال بأنك كنت مفتاح لانفتاح العرب على الأغنية العراقية بأغنية راشد الماجد العيون شلون أملها اللي كانت من ألحان حضرتك وأيضاً كلمات غازي السعدي الله يرحمه كبير غازي السعدي طبعاً كنت مفتاح نجاح اي طبعا يعني بديت بالموضوع وهذا فشي يعني هاي فرصه حلوه صارت لي ويعني كان عمل كبير وناجح وبديت انه الاغنيه العراقيه بدت قام تنتشر بطريقه حلوه ليش لان كان مثل ما قلت لك الاعلام كان مغيب الاغنيه مغيب الاغنيه طبعا فلما صار السقوط المطربين الخليجيين بدوا يعني بدوا يتحركون على الأغنية العراقية لأن كان الموضوع بسبب الظروف يعني السياسية اللي موجودة أثرت سلبيا أنه هم كانوا متحفظين من هذا الموضوع فلما صار السقوط يعني أكو حاجز انتهى فخابرني اتصل بي الفنان الكبير وجه تحياتنا له راشد الماجد فأول واحد هو من كان جريء بهذا الموضوع واتصل بي قال لي أريد أغنية عراقية يعني بهاي الفترة وكانت فترة حرجة على فكرة هي كانت يعني في توتر كبير كان بالمنطقة وغناه وفعلا وسوى فشي حلو وحالفنا الحظ أنه الكلام يطلع حلو لحن حلو والتوزيع وطبعا وزعها الكبير شاكر حسن أوجه له تحية الموزع المبدع الراقي والمبدع يعني كلها ظافرة الجهود وسوت هذا اللحن ومشت وبدت قام بعد يغنون يعني شلون فتحنا بوابة كانت مفتاح للأغنية العراقية نتحدث أيضا اليوم إيش عجب ما شفناك يوم من الأيام بلجان حكم لجان التحكيم في البرامج الغنائية مو هذا الموضوع أهم يراد للدراسة دراسة طبعا لو عرض عليك توافق أوافق في حالة أنه أكو برنامج راح يفيدني مو أكو برامج يعني نزلت فنانين وصعدت فنانين لأن هذا الموضوع راح يدخل بإطار الشخصية يعني أنت الناس يشوفون الفنان بس يغني هذا الموضوع مال راح تبين شخصية الفنان راح تبين الشخصية اكو ناس يحبون فنان لما يطلع بشخصية يقول هذا لو ما شايفه هواي احسن يعني لو ما حاكي هواي احسن هواي حقيقة طبعا واكو واحد يعني كان يكرهوه مثلا فنان ولما يشوف هاي يحبوه فهي سلاح
يعني ذو حد يعني ما تعرفوا لو اما ينجحك يا اما تخسر جمهور. واكو فنان يعرف يتكلم يعرف شلون يتصرف ويحسبها حساب صح، واكو فنان لا عايش على الهامش يعني. فهاي هاي لازم حسابات ترى حسابات نعم. قلق حتى في هذا الموضوع باختيار لازم جداً. يعني انت مو يعني انت ممكن لقاء واحد يدمرك وانت الناس يحبوك يعني كاريزما كاريزما. اكو فنانين للمعلومه اكو فنانين ما يطلعوا اللقاءات لان يعرف نفسه هو يعني شلون اوصل لك اياه يعني ما يدبرها فيقول لك انا باقي هيك شيء احسن لي اغني والناس يحبوني بس اطلع باللقاء افقد يعني الكاريزما مالتي والحضور مهند محسن لو كنت انت اليوم ناقد لهذا اللجان ايش قد نسب النجاح بهذه اللجان اللي تابعتها من خلال البرامج الغنائيه على صعيد الوطن العربي؟ ماكو مهنيه كانت ماكو مهنيه اي يعني عدا يعني مثلا الفنان الكبير كاظم الساحري يستحق ان يكون يعني يكون لجنه يعني واكو فنانين هم زينين بس انا ما تحضرني يعني بس اكو فنانين يعني طلعوا يعني مو ما يستحقون يصيرون. متى يحق للفنان بابداء رايه وعدم مصادره رايه؟ لا هو المصادره هذا مو من حق اي فنان يصادر رايه راي الاخر بس يعطي رايه بس مو يجبر انه يقول هذا لازم ولازم لا لا هي وجهات نظر وبالنتيجه تبقى المهنيه والخبره والناس تعرف طبعا وهم الفنانين يعرفون هذا منو وهذا منو فيعني انا ضد موضوع انه يعني لازم ادرس الموضوع يعني ولازم وصير صعوبه اكثر عليك من ما انت فنان ولجنه طبعا تكون متعبه صعب والفنان اذا ما محتاجها ليس يبتعد عنها لا شو اللي بيها يعني انت محتاج شهره حتى تصير لجان اكو ضعف بهذا الموضوع طبعاً اكو ناس يعني يريد يكمل شيء بشيء عندك شغف بمواقع التواصل اليوم؟ مو هواي ما احب لان هذا اسراف بي هواي اي الشائعات اللي ما تحبها بالحياه؟ التسقيط اي تسقيط مو زين ومو حلو. تعرضت؟ لا انا الحمد لله الناس يحبوني يعني يعني بس قليل يعني تعرف هاي النفوس ضعيفه اكو ناس يعني تحكي على فنان مو بس علي يعني على كثير من الكبار ماكو فنان ترى يحبوه كل الناس طبعا مسر بالاجماع لازم اكو يعني فنان يحبوه ثلاث ارباع لازم اكو ربع ما يحبوه هاي بسبب يعني ماكو فنان يحبوه يعني هذا يعني هذا طبيعي بس انا يعني اكره التسقيط انه يعني واحد عنده جهد كبير وكذا حتى لو هو بسيط ما اسقط اعطي رايي بمهنيه وحرفيه والباقي هو يمه اذا يستوعب الموضوع يستوعب ما يستوعبه بعد خلص اذا كان في مصر ذكرنا عبد الوهاب والاسماء الكبيره التي خلقت ثوره كبيره في الاغنيه فعلا ثوره من صاحب الفضل على الاغنيه العراقيه الملحن ام كاتب النص ام المؤدي فريق كامل طبعا ماكو واحد يقدر يسوي واحد يعني انا اذا ماكو شاعر انا ما اقدر اغني وتلحن واذا شاعر وحده ما يقدر يعني مثلا على سبيل المثال انا دائما مره قلتها يعني نزار قباني شاعر كبير طبعا نزار قباني يعني احنا قبل كنا نسمع اشعاره بس يعني ما مأثرة بينا لما اجى الفنان الكبير كاظم الساحر لما غنى الاغنيه وصلت للجيل الجديد بسبب الاغنيه طبعا بسبب اللحن واللحن يطي روح للكلام حتى اغنيه البنفسج من تلحنت كانت ظروف النص كان صعب حتى بال يعني الاسبوع صعبا البنفسج كل الصعبه حتى في ابتكار لحنها العبقري الراحل طالب القرغلي بابتكار وكانت كبيره جدا طبعا يعني المفردات مو سهله بنفسج ويا ليل حنوانا حن من الاغاني العظيمه يعني الكبيره هذه الاغاني المميزه طبعا خلينا بعد هذا الحديث ايضا اريد اغنيه على اختيارك تكون انت واستاذ حسين استاذ حسين ايش تختار لنا نسوي سلطان قلبي لو العيون الشباب طلبوا سلطان قلبي يلا سود العيون كبار وهالشامة حلوة شعار الله يا عزيز
شلون منها الناس كلها هالعيون شلون منها سحر لو ابني بغزلها وسمن عندك حبيبي تسوى عندي دنيا الدنيا كير يسلم صوتك وإحساسك وهذا الأداء اللي حقيقة أخذتنا بأجواء الساحرة والفرقة الموسيقية بقيادة الأجواء حلوة أجواء حلوة حضورك اليوم اللي يجنن في هذه الحلقة شكرا. اليوم من خلال هذه الأغاني نستذكر أيضا أنت متابع لكرة القدم أحب يعني أحب كرة القدم من وراء ميسي من وراء ميسي تحبها بس لا أحبها يعني من زمان أحب بس ميسي خلاني أحبها أكثر خلاك تحبها إحنا خلينا نحب الحكم اللي موجود في الساحة الساحة ويعطيك البطاقتين الحمراء والصفراء ويقول لك بوجه من يشهر مهند محسن البطاقة الصفراء وبوجه من تشهر البطاقة الحمراء ما أشهر ممكن تشهرها بوجه موقف مو بوجه شخص تقول هذا الشيء ما أحبه بالحياة أشهر بالصفراء أو الحمراء هي أشهر مواضيع عامة بس الشخص ما لا مو شخص إيه؟ ممكن تشهرها على صفة ما تحبها إيه الكذب أنا ما أحب الكذاب كذب كذاب ما أحبه طيب الصفرة ولا الحمراء؟ لا الكذاب الحمراء حمراء اي طبعا ومطيت كارتات حمر الكذابين بالحياة؟ لا انا من النوع اللي لما يجيني واحد ما اهتم لان عنده مشكلة يعني عنده مشكلة هاي مشكلة انه واحد ينافق او يكذب او يعني هاي مشكلة لان مو قلت لك احنا يعني الان ما نتحمل بعد هاي الاشياء يعني لازم الانسان يكون عنده نضج ويتجاوز على الاشياء ويسوي الاشياء الحلوه والاشياء الايجابيه انا نفس الموضوع حكينا هذا النضج اللي تذكره حضرتك دائما الفنان يحتاج هذا النضج بالتفكير لو في بعض الاحيان يحتاج مشاكسه الزمن ومشاكسه الوقت حتى يكون نتاجه ما يفيد تشاكس يوميا اكو مواضيع يعني ما يعني راح تتعبك يعني مثلا المعاتبة والواحد يعتب واحد يحكي بموضوع هو ماكو نتيجة به بالنتيجة حلها الحل شنو يعني الاختصار شنو نحلها حتى نخلص حتى انت تشوف حياتك لان الحياة والزمن الحياة بعد ما بي يعني وقت انه هاي المشاحنات وهذا بعيد عن المشاحنات المعاتبات اقصد بالنتاج الفني ممكن تشاكس بأغنية بنص بلحن ما انا تقول انا هذه حشاكس بيها وممكن هذه الاغنيه تصير لا ما عندي هذا الشيء انا مو قلت لك مو اذا تفكر بشخص وتغني وبتفكر بشخص يعني راح تتعب انت غني اللي تريده انت تسوي ابداعك بس اذا تفكر بشخص ثاني راح تلتهي به وراح يقل ابداعك ونتاجك اها متواصل ويا الشباب كلهم انا كلهم اصدقائي كلهم اصدقائك اكو اصوات حلوه واصوات جميله بس لازم يختارون النصوص الحلوة وحتى تاريخهم لأن أكو أغاني ما راح تنذكر أنا من خلال السيرج مرات أسرج على معلومات أخذ أكثر حول أي موضوع شاهدت لك أيضا حتى دوتو يا الفنان الشاب عادل طلال أيضا أكو بصوتك أغنية من الأغاني طبعا إيه أنا دائما يعني أنت داعم للشباب طبعا لازم مو أنا ليش سويت هذا الشيء أحمد لان انا شفت التجربه قبلها كانوا يعني كلش مأذينا قبلنا الفنانين صح. الكبار وهم بحكم يعني الزمن اللي هم بيه الان الزمن احسن يعني افضل وقت افضل والنضوج اكثر المعلومات للناس اكثر فاني ما رد اعيد التجربه مال اللي قبلنا تريد تساعد الجيل الشاب طبعا تساعد لان احنا ما بدي اكرر شيء سلبي كان موجود هل الاغنيه الحديثه او الاغنيه العراقيه بخير طبعا الشباب لهم فضل اليوم وصولها عربيا ايضا اي طبعا بلا شك اكو اغاني حلوه واكو اصوات حلوه بس لازم يهتمون بالكلام وباللحن شويه لان الناس تسمع انت اكو عندك بضاعه ما موجوده لما بضاعه حلوه تجيبها من برا او فشي حلو الناس لما يشوفوها راح ياخذوها بس هي البضاعه مو موجوده هاي فانا قصدي انه الشباب عندهم اصوات حلوه
من أجمل الأصوات، أصوات والعراق ولاد، ولاد طبعا، ولاد ملحنين وشعراء وأصوات يختارون الكلام واللحن. أنت اشتهرت الآن وصرت وعرفوك الناس، الآن لازم تتنقي، يعني تنقي الأشياء الحلوة لأن تاريخك هذا. بهذا المنجز الكبير لبلد ولاد بكتاب نص ملحنين مطربين، عن ماذا نبحث في الأغنية؟ الإبداع، كله إبداع. فقط الإبداع؟ إيه الإبداع، يعني قصدي أنا أسوي أغنية الناس تستمتع بها من خلال الكلمة، يعني مو كلام مو حلو، يعني أكو أغاني بصراحة يعني مو حلوة، يعني كلام مو حلو، يعني مو حلو ما يعجبك؟ لا مو ما يعجبني، أنا ما يهمني، أنا اللي أنا المتذوق، أنا أحسب نفسي مهند محسن كمتذوق لما أسمع الأغاني العادية، مو أسمع كمهند محسن الفنان، أسمعها كمتذوق عادي. ما تفيدني يعني أغنية مو حلوة أبدا، شو الكلام مو حلو. من ما يفيدك نسأل بقضية مهمة، ليش ما عندنا ملحنات بالبلد؟ ملحنات؟ لا أكو بس ماكو فرصة. ماكو فرصة؟ طبعا أكو، أكو عازفات وأكو يعني شعراء، شاعرات يعني شاعرات عندنا طبعا، ملحنات أكو بس ما مطيهم فرصة، ما مطيهم الفرصة. هاي الذكورية هاي معروفة. بما أنه إحنا ذكرنا الفرصة ما كل الملحنات، عندنا أصوات أيضا نسائية مهمة بالعراق طبعا، أصوات جميلة بس هم نعطيهم فرصة، لازم هم فرصة طبعا، بس هسه موجودات يعني أكو أصوات حلوة يعني وصلت عربيا طبعا، أصيل، رحمة، شذا حسون، بعد أكو همين صوت اسمه إسراء الأصيل، أصيل صوت جميل بس جدا. يرادلهم بعد يرادلهم يرادلهم نصوص حلوة، ألحان حلوة. وهاي عندنا مشكلة من يعني من زمان عندنا، أنه الأصوات النسائية فقيرة بالعراق بسبب المجتمع، أنه يعني عادات والتقاليد اللي تحكم بأن المرأة، وحتى يعني المطرب قبل كان صعب يقول أنا مطرب، بس اختلف الزمن، اختلف الناس، قام يحترمون الفنان، قام يحبون الفنان، مثل ما بتركيا يقدسون الفنان. الفنان عندهم فشي يعني طبعاً. تحب صفة الملحن لو المطرب؟ ما يتجزؤون هم اثنين، ما يتجزؤون اثنين هم طبعاً. واحد مكمل للثاني طبعاً، لأن الملحن شيء مهم والمطرب شيء مهم. منو عندك تفوق على الآخر، الملحن أم المطرب؟ ملحن طبعاً، ملحن، ملحن طبعاً، لأن يعني الملحن هو اللي يصنع الأغنية، يعني هو المصنع. المطرب بس يجي يغني بس ياكل، يعني شلون تصنع انت تجيب الشغله وياكل. بما انه خليني استثمر هذا الوقت، الشباب اللي موجودين طلبوا اغنيه سلطان قلبي، يلا نسويها، يا ريت، من اجمل الاغاني، يا ريت والله اجمل الاغاني، يلا تفضل. مريد اغمض العين رسمك يجيني، مدري انت رمش العين، مدري انت عين، رسمك يجيني، مدري انت رمش العين، مدري انت عين، وينك شريك الروح شاركني همي، تشتعل بي النار واحرق بدم مكان بالحسبان، يهجر أعز إنسان، مكان بالحسبان، يهجر أعز إنسان، في صدري حسرة عندك رحقي، قولولي قولولي وين ألقى سلطان قلبي، در على فرقاه رحمتك رو، قولولي وين القى سلطان قلبي، اقدر على فرقاه رحمتك رو، كنا حبيبي اثنين مثل الرمش والعين، كنا حبيبي اثنين مثل الرمش
هات ما أنسى وليت وحبي قولولي قولولي وين ألقى سلطان قلبي أقدر على فرقا رحمتك رم قولولي وين ألقى سلطان قلبي أقدر على فرقا الله الله على جمالك وإحساسك وأيضا فرقتنا الموسيقية اللي أبدعتوا طبعا الوقت شكرا لهم طبعا أكيد أكيد يعني أبدعوا اليوم حقيقة في هذه الحلقة المميزة أنا متونس بوجودهم وجودك وبوجود الكادر الراقي وأشكركم على هذه الحلقة وأنا سعيد جدا لأن وأنا كنت يعني فعلا قلت بيني وبين نفسي راح تطلع حلقة مميزة جدا وجودك طبعا أنا أشكر حضورك لبرنامج حوار ونغم وتلبيتك الدعوة لهذا اللقاء وأيضا هذا الحوار نورتنا نجمنا العربي مهند محسن يا رب التوفيق الدائم ونشوفك بهذا الجمال والعطاء المستمر والتواضع شكرا. الكبير ويا كل الشباب وكل الأجيال وشفنا الضحكة ما فارقتك من دخلت الاستوديو أيضا حتى من خلال وجوههم ومن خلال يعني كل التفاصيل يعني نطلب من عندك قدمت لنا اللي نريده وأكثر طبعا أنا يا رب نقدم التوفيق نقدم لقاء حلو للجمهور يفيده أنا ضد اللقاءات طبعا بس لأن شفت حضرتك بكم لقاء شفت أكو حوار مفيد أحب أسوي لقاء يفيد الناس والجمهور يفيدنا أتشرف شهادة هذه شكرا لك شكرا ونورتنا شكرا للكادر شكرا لك إذن فرقتنا الموسيقية أيضا المايسترو حسين فجر والشباب شكرا للفرقة الموسيقية طبعا تعبناكم اليوم سالح حسين والشباب شكرا لكم إذن مشاهدينا وصلنا لمسك ختام حلقتنا اليوم من حوار ونغم طبعا شكرا لهذا الكادر الكبير مصورين صوت إضاءة وكل من ساهم بإنجاح هذه الحلقة وعلى أكثر الإخراج ياسر غزال دائما نلتقي وياكم على حب الوطن ونقول حذر بسوالفي نقلة جدا بصياد واسأل خاطرك ما يوم جفلته في مالك.